فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه وأراد أن يرفع يديه في الدعاء، هل هناك أوقات يكون الرفع بدعة ويكون الرفع سنة؟ لا، ما فيها بدعة وسنة، يعني له يرفع يديه وله ما يرفعه، ما فيه بدعة وسنة. رفع الأيدي من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. نعم. فضيلة الشيخ، إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه لا ترفع يديك فيها، أما مواطن ما ورد عن الرسول فيها شيء فلا معنى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.